مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة أزوف التي تصفها موسكو بالنازية. هذا ما أكدته الخارجية الروسية في آخر حلقات التوتر المتصاعد بين روسيا وإسرائيل على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتواصل موسكو إثارة الجدل الذي بدأ بعدما تحدث وزير الخارجية سيرجي لافروف الأحد عن أصول يهودية للزعيم النازي أدولف هتلر، وهي تصريحات أثارت غضبا في إسرائيل التي وصفتها بالفاضحة ولا تغتفر وبكونها خطأ تاريخيا مروعا. قبلها بأيام اتهمت الخارجية الروسية تل أبيب أيضا بدعم ما وصفته بنظام النازيين الجدد في كييف. وتهدد التصريحات المتبادلة بين روسيا وإسرائيل التنسيق المشترك بينهما في قضايا عديدة في الشرق الأوسط، خصوصا الوجود الروسي في سوريا، حيث تشن إسرائيل ضربات جوية بين فترة وأخرى تقول إنها تستهدف الوجود الإيراني هناك، وكذلك الملف الإيراني، ويشمل الاتفاق النووي الذي تجري جهود لإعادة إحيائه. فما مصير هذا التنسيق وما سقف هذا التوتر بين الجانبين؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو الخبير في مجلس روسيا للعلاقات الدولية نيكيتا مينكوفيتش، ومعنا من القدس الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان. مرحبا بضيفي. سيد نيكيتا مساء الخير، دعني أبدأ معك بما قالته المتحدثة باسم الخارجية الروسية السيدة ماريا زاخاروفا، تقول فيما يتعلق بالمقاتلين الإسرائيليين في أوكرانيا، تقول زاخاروفا: في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي أزوف. وتقول إن هذا الأمر الذي تصرح به قد لا يستسيغ أساس الإسرائيليون. طيب سيد نيكيتا، هناك الكثير من المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا اليوم، هل هذا يعني وجود حملة الجنسية الإسرائيلية بأن إسرائيل تتحمل مسؤوليتهم؟ أول ذي بدأ، إنها حقيقة أن هناك مجموعة من المرتزقة من إسرائيل موجودين في أوكرانيا تحارب إلى جانب الدولة الأوكرانية، ونشروا مقطع فيديو لهذه المجموعة في فندق تتحدث باليهودية، متحدثة عن خطط لتساعد فيها النازيين الأوكرانيين في حربها ضد روسيا. لا أستطيع القول هل إسرائيل مسؤولة رسميا أم أنها غير مسؤولة. هذا النقاش ليس حول هذا الموضوع. إسرائيل تخبرنا رسميا بأنه إذا ما كان شخص يهوديا لابد أن يكون شخصا جيدا، ولكن في روسيا نظن أن كل الشعوب فيها الخير والسيء، هناك خوانة وأبطال، وهذا لا يعني أن جميع الأمم أن الأمة بأكملها سيئة إذا ما كان وجد خائن من بينها. طيب سيد إيلي نيسان، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. أيضا الخارجية الروسية ردت بشكل عنيف تقريبا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي السيد لابيد الذي تحدث عن أنه الغزو الروسي لأوكرانيا غزو وحشي وهناك جرائم حرب ترتكب إلى آخره. يقول البيان، بيان الخارجية الروسية: تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد متعارضة مع التاريخ وتفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف. مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف، بل على العكس يجري تنفيذها في أوكرانيا. بداية، أولا، ما هو الموقف الرسمي الإسرائيلي من الحرب الروسية على أوكرانيا؟ حتى الآن المسألة غير واضحة، بعض المسؤولين الإسرائيليين يدلون بتصريحات يعني تشير إلى تنديد، إلى يعني عدم رضا عن هذه العملية العسكرية. البعض الآخر على ما يبدو اتخذ موقف وسطي، موقف حيادي. هل هناك موقف رسمي إسرائيلي مما يجري في أوكرانيا اليوم؟
اولا اذا تسمح لي ارد على اقوال نيكيتا، في بداية الحرب أفضى الرئيس الأوكراني زيلينسكي بنداء إلى كافة الشعوب في العالم لنجدة الشعب الأوكراني، وفعلا استجاب العديد من المواطنين العالم الذين قدموا إلى أوكرانيا لمساعدة الجيش الأوكراني. وطبعا بينهم أيضا هناك عدد من اليهود الذين خدموا، هم من أصل أوكراني أو من أصل روسي، الذين خدموا ربما في جيش الدفاع الإسرائيلي، وطبعا اليوم تصرحوا وهم استجابوا لنداء زيلينسكي، ولكن هم ليسوا مرتزقة، هم قاموا بهذه الفعلة من الناحية الإيديولوجية وليس من نواحي أخرى، ولذلك لدولة إسرائيل ليس لها أي مسؤولية بهذا الموضوع. إذا أي شخص توجه إلى الخارج وانضم إلى وحدات معينة من الجيش الأوكراني ليساعدوا الجيش الأوكراني ضد الحرب مع ضد روسيا. نقطة ثانية، إسرائيل لا تدعم النظام في أوكرانيا، إسرائيل لا تدعم النظام في أوكرانيا، وأكرر هذا الموضوع، وإنما إسرائيل تتعاطف مع الشعب الأوكراني بسبب أو لكون الشعب الإسرائيلي مر بالهولوكوست، بالمحرقة النازية، وتم إبادة أكثر نحو 6 مليون من أبناء الشعب اليهودي، ولذلك لدولة إسرائيل هناك حساسية، وكل شعب الذي يمر بمحنة دولة إسرائيل تقوم بمساعدته. ورأينا أنه من هذا المنطلق إسرائيل قامت على سبيل المثال بفتح مستشفى ميداني في أوكرانيا لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا. بس المسألة تتعدى المساعدات الإنسانية يا أستاذ إيلي إذا سمحت لي، يعني أولا إسرائيل ترسل أو أرسلت، خليني بس أطرح هذه النقطة، إسرائيل أرسلت معدات دفاعية عسكرية الحكومة الأوكرانية، هذا واحد. إسرائيل أيدت طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه مواقف يعني تشير أنه إسرائيل ليست فقط هناك لدعم الأمور الإغاثية والإنسانية إلى آخره، هي تتخذ موقف سياسي واضح لنصرة الحكومة، حكومة السيد زيلينسكي، ضد هذا الغزو الروسي، هكذا يقول المسؤولون الإسرائيليون. تعطيني أرد على هذا الموضوع. تعرف سيدي لما زيلينسكي تحدث عبر الكونفرنس فيديو مع أعضاء الكنيسة الإسرائيليين، وهو أقحم أو تحدث عن قارن بين الكارثة اليهودية التي حلت بالشعب اليهودي وبين ما تقوم به روسيا في أوكرانيا، إسرائيل طبعا عارضت هذا الموقف، لأنه لا يمكن أنه أي شعب في العالم مر مثل ما مر الشعب اليهودي عندما قام النازيون بإبادة أكثر من 6 ملايين من أبناء الشعب اليهودي، وهناك أنا عدم رغبة أو عدم موافقة بهذا الموضوع. تحدثت أنت سيدي على موضوع تقديم المساعدة الأمنية أو الدفاعية أو العسكرية لأوكرانيا. تعلم سيدي أن أوكرانيا غاضبة على إسرائيل لأن إسرائيل لم تقدم المساعدة الأمنية التي طلبتها أوكرانيا ضد روسيا، وفي الأيام الأخيرة فقط وافقت إسرائيل على تقديم المساعدة بشكل الخود أو بشكل السطر الوقائية لمجموعات التي تقوم بالمساعدة الطبية للأشخاص. وفي الأيام الأخيرة راجت بعض الشائعات بأن إسرائيل توافق على نقل أسلحة التي إسرائيل زودت بعض الدول الأجنبية في العالم لنقلها إلى طيب أوكرانيا. يعني بغض النظر عن نوعية هذه تريد المساعدات أستاذي، حتى ننتقل إلى السيد نيكيتا في موسكو. لا بس ما لم أرد نعم أنا كنت أسأل المتحدة. يعني كنت أود أن أسمع منك إجابة على الموقف الرسمي الإسرائيلي بالنسبة للحرب الروسية على أوكرانيا، هل هناك موقف رسمي إسرائيلي واضح باختصار؟
موقف رسمي واضح، موقف رسمي واضح. هناك فرق بين الموقف الذي يبدي به وزير الخارجية يائر لابيد، وأعتقد أن هذا الموقف هو موقف خاطئ، وبين الموقف التي أبدأ شو الخاطئ بالموضوع عندما يتحدث عن أنه يرفض الغزو الروسي لأوكرانيا وجرائم الحرب التي تحدث هناك؟ ما الخطأ في هذا الموقف؟ البعض يقول هذا موقف أخلاقي، هو الموقف الذي يجب أن تتخذه. هناك لا شك أما لما هناك إمكانيات من التعبير عن موقف إسرائيل بهذا الموضوع. أنت طبعا سمعت رئيس الوزراء بنت بعض الموضوع الذي قال حسب اعتقاده أن لابروف تجاوز كل الخطوط الحمراء عندما قال بأن يهود من نازيين أو هتلر هو من جذور نازية. ولكن وزير الخارجية، تعلم سيدي إذا أنا أريد أن أستذكر بهذا الموضوع، الشخص لابيد لا يرى الصورة بشكل استراتيجي. هو ورط إسرائيل قبل عدة أشهر مع بولندا بكل ما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية البولندية، ولذلك طيب. هناك فرق بين ما يقوم به رئيس الوزراء وبين ما يقوم به، لأن لابيد طيب. هناك موقف سيد إلي على كل حال، يعني السيد لابيد ليس المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي أدلى بتصريحات من هذا النوع. سأعود بعد قليل لأقرأ عليك ما قاله وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروويتس، قال شيء مشابه. سنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل، ولكن أود أن أسمع من السيد نيكيتا إلى رد على بعض هذه النقاط. أولا، يعني هؤلاء ليسوا مرتزقة كما يقول السيد نيسان، هم يحملون الجنسيتين على الأغلب، وهم من سكان أوكرانيا بحسب التقارير الواردة، ويحملون الجنسية الإسرائيلية. هذا واحد. المسألة الأخرى، صحيح إسرائيل قدمت مساعدات، ولكن السيد نيسان يقول هي مساعدات دفاعية تقتصر على الخوذ وعلى أشياء من هذا النوع. هل ترى روسيا أن إسرائيل اتخذت موقفا واضحا مؤيدا للحكومة الأوكرانية؟ أود القول أنني لا أحب هذا الحديث المطول أو الحديث المطول عن الكارثة. بالطبع كانت جريمة كبرى عندما قتل الملايين من اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن الواقع أن أغلب الشعب اليهودي قتلوا ليس كيهود ولكن كمواطنين سوفييت. فالضحية الحقيقية لهذه الحرب هم الروس والشعب السلافي في الاتحاد السوفيتي الذي قتله النازيون. يعني سيد نيكيتا، بس اسمح لي على المقاطعة، يعني لا أريد الدخول في مسألة الهولوكوست، يعني هذا مش موضوعنا، ولا أريد أن أبحث في الجذور التاريخية ومن المتضرر. هذه موضوع شائك ومعقد وطويل، ربما نبحث في حلقة أخرى. نحن نتحدث الآن عن دور إسرائيل في الحرب الروسية على أوكرانيا. هل روسيا تعتبر إسرائيل يعني إلى جانب الحكومة الأوكرانية في هذه الحرب؟ As I said, the actual problem. المشكلة الحقيقية كما ذكرت هو أن روسيا حالها في الحرب العالمية الثانية هي ضحية العدوان الغربي، وإسرائيل لها الحرية بأن إما أن تدعم الغزاة الذين غزوا أوكرانيا وبنوا ما بنوه بمساعدة الرئيس زيلينسكي، أو أن إسرائيل يمكن أن تدعم القوات التحررية التي من الشعب الأوكراني. فدولة إسرائيل والشعب اليهودي في كافة أرجاء العالم أمامهم الخيار، إما أن يقفوا إلى جانب القوات الجيدة أو الخيرة أو الشريرة في هذه الحرب. ورأينا أن الكثير من الناس من إسرائيل يدعمون الأوكرانيين والنازيين في أوكرانيا. وحتى ضيفك حاول أن يبرر هذه المجموعة من الناس الذين أتوا إلى أوكرانيا للانضمام إلى القوات الإرهابية لقتل
المدنيين الذين يتحدثون بالروسية. الأمر رهيب kind of لأن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون تبرير ما يقومون به بأي مبرر أيديولوجي، بل أتوا إلى أوكرانيا ليكونون جزءا من العدوان على الشعب الروسي الذي يسكن في أوكرانيا، وأن يكونون جزءا من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، وهي جريمة دولية. وبغض النظر إذا ما كان هؤلاء الناس يهودا أم أمريكيون، هم مجرمون وهم متواطئون في هذه الجريمة، جريمة الحرب الشنعاء التي شنتها الولايات المتحدة. وإسرائيل ليست كدولة وإنما كذلك كشعب يجب أن تقف إلى جانب الخير. إسرائيل يجب أن تساعد روسيا على تحرير أوكرانيا من استعمار الناتو، ليس كدولة فحسب، بل أي شخص ومواطن إسرائيلي كان عربيا أو أمريكيا يجب أن يقف إلى جوات الخير. بإمكانه أن يدعم روسيا وبإمكانه أن يدعم الشعب الأوكراني الذين يحاربون ضد نظام زيلنسكي. طيب سيد نيسان، ما رأيك في ذلك؟ أولا على إسرائيل كما يقول السيد نيكيتا أن تقف إلى جانب الخير. أنا هو يعتبر الحرب الروسية على أوكرانيا عمل خير، وبالتالي مساعدة روسيا على التخلص من الاحتلال، احتلال الناتو كما يقول. ما رأيك في ذلك؟ أنا أريد أن أذكر للسيد نيكيتا عدة نقاط. أولا، عندما توجهت الولايات المتحدة ودول أوروبا إلى إسرائيل بالمشاركة بفرض إجراءات اقتصادية على روسيا، إسرائيل رفضت هذا المطلب. نقطة ثانية، كما قال نيكيتا، عند هناك العديد من اليهود الذين قدموا من أوكرانيا ومن روسيا إلى إسرائيل، وعددهم يصل أكثر من 1,000,000 شخص في إسرائيل. هم يتعاطفون مع ما يحدث في أوكرانيا من ناحية إنسانية، ولكن الخط الرسمي في إسرائيل هو عدم التدخل بهذا الحرب، لأن إسرائيل هي في اليوم بين المطرقة والسندان. وأنا أقول كلام واضح. لا بس سيد نيسان، يعني عندما كان تصويت على سبيل المثال في الأمم المتحدة، قلت لك أنه وزير الصحة الإسرائيلي انضم إلى وزير الخارجية لابيد باتخاذ موقف واضح. يقول وزير الصحة سيدي نيسان هورويتس، خليني بس أقرأ عليك ما قاله. سيدي يقول: لا يوجد نظام نازي جديد في أوكرانيا، زيلينسكي ليس نازيا. نعم، إسرائيل تدعم وحدة وسيادة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الوحشي. هذا موقف من وزير في الحكومة الإسرائيلية انضم إلى لابيد بوصف هذه الحرب بأنها غزو روسي وحشي، وأنه لا في نازية ولا في شيء من هذا النوع. تعليق سريع على هذا الموقف. أولا إذا سمحت، عندما كانت التصويت في الأمم المتحدة، إسرائيل صحيح صوتت إلى جانب استهجان، ولكن الكل يعلم ما هي نتائج هذه التصويت، بمعنى صفر. وإسرائيل تدرست هذا الموضوع مع إيران، مع روسيا بهذا الموضوع. نقطة ثانية، أنت تعلم سيدي أن الحكومة الحالية في إسرائيل هي مؤلفة من 8 أحزاب، ولكل رئيس حزب هناك له موقف معين، وممكن أن يعبر عن موقفه من الناحية الشخصية، ولكن الخط الرسمي في إسرائيل الذي يبديه رئيس الوزراء بنت هو أنه عدم التدخل. يعني عندما يخرج وزير الخارجية تحديدا، وزير الخارجية المسؤول عن الدبلوماسية في إسرائيل، ويقول هذا غزو وحشي وهذه جرائم حرب ترتكبها روسيا، هذا كلام وزير الخارجية، لا يعبر عن موقف شخصي، يعبر عن الدبلوماسية الإسرائيلية. صحيح. في نهاية المطاف. صحيح، هذا هو موقف الشخصي، لأن أبناء عائلة لبيد هم من الذين نجوا من البراتم النازية، وهو له حساسية كبيرة بكل ما يتعلق بالنازية وبكل ما يتعلق بهتلر. وعندما يقول وزير الخارجية الروسي أن لهتلر هناك جذور يهودية، طبعا هذا يثير غضب شخصي لوزير الخارجية، وهو عبر عن موقفه الشخصي، ولكن كموقف رسمي في دولة إسرائيل
إسرائيل لا تتدخل بالحرب بهذا الموضوع رغم كل الضغوط التي مورست على إسرائيل بهذا الموضوع، لأن إسرائيل تعتبر روسيا أن لها هناك لروسيا هنا في الشرق الأوسط مصالح استراتيجية. نعم خلينا نحكي عن هذا الموضوع في الوقت المتبقي بين إسرائيل وبين روسيا. نعم. ولذلك خلينا نحكي عن هذه المصالح وهذه الملفات وكيف يمكن أن تتأثر بهذا التوتر الذي تشهد العلاقات. سيد مينكوفيتش، ما رأيك؟ كما أشار السيد نيسان هناك هذا الموضوع، خلينا نحكي مع ضيفنا من موسكو شوي في هذا الموضوع. سيد مينكوفيتش، كيف برأيك ستتأثر هذه العلاقات وهذا التنسيق؟ هناك تنسيق واضح خاصة فيما يتعلق بما تقوم به إسرائيل في سوريا تحديدا، تنسيق كامل وشامل مع روسيا بالنسبة لكل الغارات والعمليات والقصف على أهداف ترى إسرائيل أنها إما تتبع لإيران أو لحلفاء إيران إلى آخره. هل هذه المواقف ستغير من هذا التنسيق برأيك في الفترة القادمة؟ أأمل من أن هذه الحادثة لن تؤثر على العلاقة ما بين البلدين، فروسيا لا تود من أن تخلق أي أعداء سواء كان مع إسرائيل أو أوروبا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة تكمن في أن إسرائيل في أن روسيا تحت الهجوم الآن القوات الأوكرانية التي تدعمها قوات حلف الناتو والضغوطات الاقتصادية والولايات المتحدة وغيرهم الذين يدعمون هذا العدوان على روسيا. فبالطبع فأي شريك لروسيا يجب أن يختار موقفه بعناية، فإسرائيل ليست باستثناء هنا، وعليهم أن يختاروا إما أن تدعموا روسيا وتدعموا استقلالنا وشعب أوكرانيا، أو أن تدعموا واشنطن والاحتلال لحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا ونظام زيلنسكي الذي يتلاعب به. وبالمناسبة فإن زيلنسكي هو مواطن إسرائيلي، فهو لا يعيش حتى ويقطن في أوكرانيا، وعنده الكثير من الأنشطة في الخارج في الحقيقة، فهو عنصر خارجي يحمل الجنسية الإسرائيلية. يعني مش على حد علمي أن السيد زيلنسكي يحمل جنسية مزدوجة، لكن هذا موضوع هذا غير صحيح، هو يهودي غير صح مواطن إسرائيلي. طيب خلينا نجاوب على هاي النقطة. سيد نيسان، كلمة كلا كلا، عنده المواطنة الإسرائيلية، يحمل الجنسية الإسرائيلية. يعني لا أدري، لم أرى ذلك في أي مصدر آخر سيد مينكوفيتش، إنه زيلنسكي يحمل الجنسية الإسرائيلية. هو يهودي وهذا معروف وليس خفيا على أحد. ولكن دعني أعود إلى مسألة هتلر. يعني لماذا السيد لافروف، يعني المعروف بدبلوماسيته ولباقته عادة، لماذا الحديث عن هتلر وأنه من أصول وجذور يهودية في هذا الوقت الحساس الذي تحتاج فيه روسيا إلى دعم من كل الجهات بما فيها إسرائيل؟ لماذا إثارة هذا الموضوع الحساس جدا كما تعلم بالنسبة للإسرائيليين؟ كما قلت، فالسيد لافروف لم يقل حرفيا أي شيء ضد الشعب اليهودي. كل ما قاله هو أن الشعب اليهودي وأن ليس كل يهودي سيء، لأن هتلر خان بلده، وفي هذه الحالة الرئيس زيلنسكي خان بلده وأخذ دعم الناتو، وهذا لا يعني أن جميع اليهود سيئين، فالعديد من اليهود من روسيا يقاتلون ضمن القوات الروسية لتحرير أوكرانيا، فهم أشخاص جيدون بالنسبة للسيد لافروف وبالنسبة لي. ولكن حسب رؤيتي فإن إسرائيل تحاول أن تخلق نوعا من النزاع والمشكلة حول هذه الجملة فحسب، حول هذا الشخص اليهودي الوحيد زيلنسكي وغيره من الرجال الذين عندهم يسري في عروقهم دم يهودي مثل هتلر مثلا. دعونا ننسى أمر هتلر، هناك الكثير من الأشخاص. دعونا ننسى مش يعني ماشي، ولكن السيد لافروف أدلى بهذا التصريح وأثار زوبعة كبيرة في إسرائيل. يعني لا أدري سيد نيسان، هل بإمكان الإسرائيليين أن ينسوا هذه المسألة باعتبارها يعني تصريح عابر، أم أنه ينم عن موقف ما صدر عن السيد لافروف؟
نقطتان بهذا الموضوع. اولا انا اعتقد ان كلمه ليفروف كانت موجهه ضد زيلينسكي وليس ضد اسرائيل، وهو عندما اقحم هتلر والكارثة اليهودية اعتقد انه اخطأ بمعرفة التاريخ. نقطة ثانية، انا اقول انه يترتب اعادة العلاقات بين اسرائيل وبين روسيا الى نصابها. وانا اكشف لك سر، انا نقلت قبل يومين رسالة الى مكتب رئيس الوزراء، وطلبت من رئيس الوزراء بنت ان يرفع تلفون لبوتين بهدف استضاح موقف إسرائيل بشكل رسمي، بهدف إعادة الأمور إلى نصابها بين إسرائيل وبين روسيا، لأنه لا يمكن في الظروف الحالية في إسرائيل أن الأزمة التي نشهدها أو شهدناها في الأيام الأخيرة بين إسرائيل وبين روسيا تستمر على مر الأيام. طيب يعني هذه رسالة مهمة سيد نيسان، طلبت من السيد بنت أن يرفع التليفون ويحكي مع الرئيس بوتين، رفع التليفون؟ صحيح، لسه ما رفع لحد اليوم، ولكن أنا لست مستشار رئيس الوزراء. لا بس أنت تقدمت بنصيحة مهمة للسيد بنت على ما يبدو، مصالح مشتركة. صحيح صحيح، أنا بعت رسالة بهذا الموضوع إلى رئيس الوزراء، إلى مكتب رئيس الوزراء. طيب بالنسبة لملفات المنطقة وما يجري من تنسيق سيد نيسان في سوريا تحديدا، مصالح في الشرق الأوسط. طيب بالنسبة لما يجري في سوريا وما تقوم به إسرائيل بالتنسيق المتواصل مع موسكو، هل سيتأثر هذا الموضوع بعد هذا التوتر في العلاقات؟ أنا حسب معلوماتي وحسب ما استفسرت في الأيام الأخيرة، رغم أن روسيا استدعت في الأيام الأخيرة وفد من حركة حماس لاجتماعات مهمة في موسكو، أعتقد أن هناك رغبة من كلا الطرفين الإسرائيلي والروسي لمواصلة التنسيق الأمني، لأن هناك مصالح مشتركة استراتيجية بين إسرائيل وبين روسيا، خشية أن إيران تواصل تموضعها في سوريا، وهذا الأمر لا يخدم روسيا ولا يخدم إسرائيل. طيب. ولذلك التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا يستمر في المستقبل كما كان في الماضي. طيب سيد نيكيتا، إسرائيل كما نذكر كانت من أوائل الدول التي حاولت أن تلعب دور ما، دور وساطة، دور يعني فض نزاعات، سميه ما شئت، إلى جانب دول أخرى من بينها تركيا إلى آخره، ولكن يبدو أن هذا المسعى الإسرائيلي لم يعني يذهب، لم يقطع شوطا طويلا. هل تتوقع أن يكون لإسرائيل دور في هذا المنحة، أم أنه روسيا الآن ربما فقدت الثقة بأي مساعي إسرائيلية بعد هذا الأخذ والرد والجدل بين الطرفين؟ المشكلة لا تكمن في إسرائيل أو تركيا أو أي دولة أخرى، المشكلة تكمن في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم بنظام زيلينسكي. فالسيد بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يود إجراء أي حوار، كل ما يريده أن تبقى أوكرانيا محتلة من قبل قوات حلف شمال الأطلسي، ويود أن يرى روسيا محتلة كذلك. وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الطرف الآخر للنزاع لا تود إجراء أي حوار مع روسيا، وهنا تكمن المشكلة، ولا أحد هنا يستطيع المساعدة في هذا الأمر. المساعدة الوحيدة الممكنة من إسرائيل أو غيرها من الدول ومن أي شخص هو قطع كل العلاقات مع ما الذي يطلق عليها الحكومة الأوكرانية. فليس لأوكرانيا حكومة مستقلة منذ 2014، عندما قاموا بإزالة الرئيس الذي انتخب ديمقراطيا، فليس هناك حكومة أوكرانية، فليس هناك دولة أوكرانية، فقط يعني ليس هناك حكومة، ليس هناك دولة. واضح سيد نيكيتا أنك يعني لا تعترف حتى بوجود أي شيء يسمى سيادة أوكرانية أو دولة أوكرانية أو حكومة أوكرانية. لكن المشكلة في المقابل، يعني الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة تقول نحن مستعدين لمناقشة كل هذه الموضوعات بمجرد أن تعلن روسيا وقف هذه الحرب. لماذا لا توقف موسكو الحرب على أوكرانيا؟
As I said, كما قلت it was not Russia لم تكن روسيا هي من بدأت هذه الحرب. نحن تحت هجوم. كل الإعلام الأوروبي يخبرون أكاذيب بأن الحرب بدأت في فبراير 2020. في الحقيقة بدأت هذه الحرب قبلها بيومين من قبل القوات الأوكرانية التي هاجمت المناطق الروسية. وقبلها بثماني سنوات فالقوات أوكرانية دعمتها قوات أو ناتو قاموا بالهجوم على إقليم دنباس فقتلوا أكثر من 14,000 شخص يتحدثون بالروسية هناك. هنا المشكلة. روسيا أرادت شيئا واحدا فحسب. تود روسيا ما الذي يطلق عليها الحكومة الروسية وما يطلق عليه بالجيش الأوكراني وأسيادهم من الناتو والولايات المتحدة أن يتوقفوا عن قتل الروس في دنباس وأوكرانيا. عندما يتوقف الأمر وعندما ستغادر الناتو أوكرانيا كدولة مستقلة وحرة سيكون الأمر على ما يرام ستتوقف روح الحرب. فالأمر يتعلق بروسيا. روسيا تود إنهاء هذه الحرب وهذا سبب لما قواتنا قدمت إلى أوكرانيا بالأساس لتحرير هذه الدولة ولتحرير الدولة. طيب شكرا جزيلا لك سيد نيكيتا مينكوفيتش الخبير في مجلس روسيا للعلاقات الدولية كان معنا من موسكو. وأشكر ضيفنا من القدس السيد إيلي نيسان الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكما.